ابوك؟ ايه يا مو؟ عال والله عال. اذا الولد الكبير عم يطلع معه هيك فما عتب على الصغير. يعني غلط زاد حاسسنا يا مو. مو غلط يا مو، مو غلط، بس ما في لزوم نبيع بيت العيله مشان حضره جنابك تشتري بيت للست لطفيه بنت فريال. يعني شو يا مو؟ شو؟ لك يا ابني طول بالك، طول بالك لاعرف شلون بدي حل لك مشكلتها. يا مو انا بنتي بعيده عني، فهمي علي. وفريال خلاص ما عاد تقدر تستنى شوي؟ حتى مت بدها بيت لبنتها لحالها وعندي هون ما رضيت تسكنها؟ يا مو رح يجي عيك راسك منا. والله اللي عم يوجع لي راسي هو انت. مني انا يا مو؟ ذاتا ما حدا وجع لي راسي غيرك. هي اخوك معتز رضي يسكن لحاله عندي بالبيت مشان انت ونسوانك تاخذوا راحتكم عندي، وانت حضرة جنابك بدك تبيعنا البيت مشان تاخذ ورثه ابوك. خلص يا مو خلص، خاطرك. شو هالولد هاد لك ما عاد استحى؟ لمين طالع طرطور هيك؟ والله ما بعرف.